الوطني الأول. ما أنا دلوقتي على الهاتف أستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي. مساء الخير عليك. حضرتك ومساء الخير على جميع المشاهدين والمستمعين، واحنا طبعا بنتمنى ان منتخبنا باذن الله يفوز ويحقق مباراه او يحقق نتيجه كبيره في المباراه يوم السبت ان شاء الله. واحنا بنطمن الناس على المنتخب، المنتخب اكتمل صفوفه بعد مشاركه اول جول علي جبان وعمرو طارق، وده يعني خلى روح المنتخب بشكل مرتفع جدا، وان جميع اللاعبين في حاله بدنيه وفنيه عاليه جدا، وان طبعا السيد جيري مد روح طيبه جدا لجميع اللاعبين، وفي عاملين مجهود كبير جدا في البرنامج التدريبي. طب عايزين بقى نعرف منك اكتر عن البرنامج التدريبي، وكمان عايزين نتكلم عن الاقبال الجماهيري لتذاكر المباراه. عايزين نعرف من حضرتك الاول اخبار البرنامج الخاص طبعا بمنتخبنا الوطني الاول لمباراه النيجر. طبعا هم مركزين جدا في برنامج التدريب بشكل كبير، بحيث يعزوا اللاعبين بشكل بدني وفني جيد، خاصه بعد خروجنا من كاس العالم للدور الاول، عشان عايزين يحققوا نتيجه افضل من اللي فات. وطبعا هم كل يوم في التدريب بتاعهم بيبقوا مركزين على تنفيذ الخطه بشكل عملي في الملعب، ويشوفوا جاهزيه جميع اللاعبين اللي موجودين ومدى حفظهم لتعليمات الجهاز الفني بشكل جيد، بحيث ان شاء الله باذن الله ينفذوها يوم السبت الجاي، بحيث ان يقدروا يتغلبوا على منتخب النيجر ان شاء الله. ان شاء الله. طب بالنسبه بقى للاقبال الجماهيري على منافذ بيع التذاكر الخاصه بمباراه مصر والنيجر. طبعا الاقبال الجماهيري، طبعا الناس مشتاقه جدا للملاعب، خاصة بعد عودة الجماهير، وأكيد الناس متلهفة أن يشوف منتخبهم ويشجعوهم بالشكل المحترم. وأنا بدعو من خلال برنامجكم المحترم أن جميع الناس لازم يؤازروا الفراعنة في المباراة دي، لأن هي هتبقى مباراة منفوذ فيها، هتبقى قوة دفع كبيرة جدا جدا لجميع اللاعبين في المرحلة دي، خاصة لحتى نصل لكاس العالم بالشكل المشارك مكمل باذن الله، فهتبقى دي محطه انطلاق ان شاء الله للي جاي ان شاء الله باذن الله. شكرا ليك استاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي في الجمهوريه، ونورتنا في كلام في الميديا.